نترك شبابنا ليه هنضيع عمرنا ليه ليه رح ناخد من ده ليه ليه رح ناخد من ده ايه. ست أنغام قدمتي بألبومك الجديد عمل للأستاذ محمد منير، بدنا ناخد رأيك أنت بأداء ست أنغام. أداء أغنية أشكل مين لأنغام مش محتاجة رأي، يعني صوت جميل والفن حلو، الأغنية تلحنها حلو من عبقري كبير زي بليغ حمدي ومكتوبة من بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور، اتغنت بأصوات حقيقية وكل واحد كان فيه لي وجهة نظر